في بغداد لقاء لم تنقصه الصراحة، جمع وزير الداخلية بقادة الشرطة في المحافظات، لقاء كشف عن مرحلة جديدة من العمل الشرطوي أساسها سيادة القانون والعمل بالسياقات الإدارية الصحيحة بعيدا عن الروتين والمجاملات السياسية. الملفات الأمنية في كثير من المحافظات في وزارة الداخلية، إذا تجي كل الملفات تقريبا حتى اللي فيها قيادات عمليات بقت الشرطة في داخل المحافظة، على تفاصيل بعض المحافظات اللي تعرضت من داعش أخيرا. النقطة الثانية، لا يريد أحد أن ينحسبنا على جهة سياسية والتي يشتغل بالمؤسسة الأمنية ولا يضيع حقوق الآخرين. التعامل بإيجابية مع المتظاهرين السلميين وفقاً للقانون الذي كفل حق التظاهر والحفاظ على هيبة الدولة من خلال ترسيخ الثقافة القانونية، ملف كان حاضراً بقوة في هذا اللقاء الذي جاء في إطار المؤتمر السنوي لوكالة شؤون الشرطة. كان المؤتمر فحواء بسط فرض سلطة القانون وهيبة الدولة أيضا، والحد من الجريمة المنظمة ومكافحتها أيضا. عملية تأمين الحماية لك لا تسمح لك بالاعتداء على المال العام والمال الخاص، واستثمار القانون بشكل جيد ليس بعواطف شخصية، ممكن أن يعني أن يعتمد الضوابط القانونية من خلال عرض الموضوع على السلطات القضائية واستحصال أوامر قضائية أصولية وإدانة المتهم، ولربما الرجوع إلى عمليات الاستقدام. وخرج المؤتمرون بجملة من التوصيات، من بينها التثقيف بحقوق الإنسان من خلال الدورات التدريبية خصوصاً لقوات حفظ النظام التشكيل الجديد في وزارة الداخلية. القانون سلاح الشرطة، المعرفة به يعني أداء أفضل للعمل الشرطوي بعيداً عن المساس بحقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية. من بغداد، رزاق العقيلي، العراقية الإخبارية.